بسم الله، قبل كل شيء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يجزيكم وليداتي خيرا، راني فخورة بعد الدخول ديالكم اللي زرتوني فيه، والحمد لله والحمد لله ما ليها حد. مرحبا بسلامكم، وعاش محمد السادس، الله يخليه لنا ويعطيه صحته ويطول لي عمره يا مولانا، وينصر أسرته العلوية كاملة، ويعاون الدكاترة ورجال الأمن، والله يجزيكم خيرا كاملين محسنين. كون عملكم من عمل معايا عمل خيري، الله يرحم والدي. أنا محتاجة وليداتي غير الدواء، لأن عندي مرض مزمن وعندي الكلاوي تضروني. الله يرحم الوالدين. هاي مشتاقة باغي اللي يعاوني في الدوايا، الله يجازيكم خيرا. هاما كي كتشاهدوا بعينيكم راه الوثيقة ديال الطبيب، راه كدوز ليا الدكتورة السواعي خيرا، كدوز ليا مسكينة فابور، الله يعاونها. الله يجازيكم تانتوما خيرا كلكم المحسنين، عاونوني باللي سخاكم بها ربي باش نشري دوايا. الله يجازيكم خيرا، الله يرحم الوالدين. وعاش الملك، عاش محمد السادس. الصحراء مغربية تبقى دايما مغربية، الله الوطن الملك والحمد لله. كان عايش معايا وليدي غير راجلي بوحدو، انا وراجلي كنت عايشه وجيران. لا ما عندي وليدات، الخير في ما اختار الله. وكنت متطوعه في المسجد، كننظفوا للجامع الشيخ محمد صالح، كننظفوا والحمد لله ذلك افضل فضل من العمل عند الله تعالى، ويكون بقى ما عند صدر ربي زوين على حسب ما يرضى مولانا عز وجل. ومن بعد وليدي ملي جينا هذا المرض الحاد من وراء مات راجلي، لان مرضتني العزله الوحدانيه، وليت كنحس بانني بوحدي غريبه، ما عندي حد، بحال ما عندي حتى واحد. ملي تنداوي دابا وليت لجأت للمسجد كنقرا مع النساء، دخلت مع محاربة الأمية، ولو أنا قارية بدون افتخار قارية الحمد لله. ولجأت للمسجد باش نقرا محاربة الأمية باش نعمر ذاك الفراغ ديالي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد في السراء والضراء. وجزاكم الله خيراً.